أيضا أرحب بجمعة من مثقفين تستر والمشايخ الكبار، وأقول لهم أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله راح تكون عندنا أمسية، وإن شاء الله ما راح نطيل عليكم. بأول من يأتي لنا لنستمع كلماته الكاتب المثقف والعزيز أبو عرفان إحسيا فرج الله شعب، فاستقبلوه بالتصفيق العالي. أعلى 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 أعلى. إن شاء الله راح نستفاد من كلمات هذا الرجل المثقف والأديب. نحن وإياكم آذان ساقية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا عندي ترحيب، إن شاء الله راح أرحب الجمع الحاضر وكل الوافدين من مدننا الأهوازية. عندي ترحيب نوع خاص، يمكن يختلف أو ممكن من قبل أحد سامع هذا الترحيب، فإن شاء الله تسبون قد 10 دقائق أو 7 دقائق. ترحيبنا يكون بشكل تاريخي، أرد أذكر به أسماء مدننا، أهلنا، فلكلورنا، تاريخنا القديم. فأرجو هم تستمعون وهم تنتبهون للكلمات اللي أقول لها. في البداية أهني وأبارك للزوجين الكريمين هذا الحفل البهيج، وأتمنى لهم عيشة سعيدة. أرحب وأحيي إصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أبناء مدينة تستر وأبناء الشعبية الباسلة بكافة الأخوة والأخوات الذين وفدوا إلينا من مكان غريب وبعيد. تحية ود واحترام وإجلال مملوء بصوت شلالات تستر وقصور سيد علي المشعشعي ومجازر الصابئة ونهر قارون المياه والتراث وجسر شذروان وجسر العسكر ومنارة تستر ومسجد المستنصر بالله العباسي ومحاصيل القمح والخيول الأصيلة من قطاع الشعيبية، مرقد شعيب وإسحاق بين النهرين الأهواز ومدينة أوريا إبراهيم ومناظر الكبرى والصغرى ومداين شعيب وموسى ونهر الدز إديدة التاريخ وشطيد العزم والإرادة وتلول عيلام حتى إيشان الكويدي، حضارة سومر في الأهواز ورجال الونج وانشيد رمز المرأة المجاهدة الأهوازية، أرض الأسود والغزال وغطاع الميناو، أرض الحضارة العيلامية والأنهر الجارية، مدفن المدن الزاهية، أرض مشول والدوة وغطاع السلامات، أرض السهول والجبال، أرض الغلاع الصامدة أمام هجوم الجبال. إلى من جاء من السوس، مدينة الحضارات، عاصمة عيلام والخيول المسومة، أرض دور انتاش وأرض نهر الكرخة حتى جبل مشداف، وأرض الأنبياء دانيال، جرجيز، هزغيل، إبراهيم خليل الله، حتى الدهنو وخيول الأصيلة في قطاع بي السعد وإلى الميناو، حتى بني لام وقصيدة حتى صدر الكرخة وغضبان البنية إلى قنيطرة ودسبول، الصنايع اليدوية ونهر الدز. إلى من أتى من الأهواز، عاصمة الشموخ والعلم، مدينة الناصرية والخزعلية وعامري، حتى الباوية وزرقان، مدينة الطريانة ومدينة كارون وكوت عبد الله الحبيبة، نهر كارون غارون المياه النقية وقصايد لأبي نواس الأهوازي وأبي هلال العسكري وحتى جسر الهلال، وإلى مدن ملثاني وشيبان وويس، مدن العروبة والعلم، وحتى سوق الأربعة وحصن مهدي وعسكر جعفر وعسكر مكرم. إلى من أتى من الحويزة والخفاجية والإبسيتين،
حتى أم الدبس والحميدية أرض حضارة سومر إيلام وميسان ومدينة أبي معتوق الحويزي حتى الإسلام والسادة المشعشعين وبيت الغصب وملحمة جلجامش أرض الأهوار ورقص الغصب في مهب الريح أرض الفالة والمقوار إلى من أتى ووفد من رامز وأرجان والخلفية والعميدية رامز الخلود أرضه هالنور حضارة عيلام إمارة آل خميس جبل النار تل القصر تل البرمي وبئر الصابئة إلى النخيل الصامدة في وجه الجبال أرجان العربي مدينة سيد خلف المشعشعي وعميدية الصنعة والتطور وبوابة الخليج إلى من أتى من الفلاحية أرض الدورغ والقبان وصوت رحيل شيخ سلمان الكعبي وهلهلة عليا لحرب البريطان أرض النخيل والأهوار وأرض الذي يغني فيها الماء والهواء الهور والجدار الطيني العصفور سعف النخل والأخوار والأنهر قصيدة ملا فاضل السكراني وابن سكين الدورغي وملا مهدي الشويكي وشيخ يعقوب التميمي إلى من أتى من المحمرة عاصمة الحكم الكعبي عاصمة شيخ خزعل ومزعل إلى سلمان وعثمان محمرة الفيحاء التي يفوح منها رائحة الطيب وبيان محمرة السفن والمراكب محمرة التاريخ إلى من أتى من عبادان مدينة عبادة بن حسين مدينة العلماء مدينة خضر وموسى وشط العرب والنخل الغصب والنصار وجزيرة حاج صلبوخ والشلامشة إلى من أتى من الساحل من معشور والتميمية مدن الضفة وسواحل الخليج رأس الميناء وخور موسى أرض تميم وحضارة الضفة الشرقية للخليج وإمارة بني تميم الدارمية وإلى من أتى من عيلام الصرخة وأغنية جبل مشتاق ونهر الكرخة أولاء التاريخ وديوان الكرخة وحضارة الصامدة صمود أمام التصحر والجفاف صرخة الكوفية والعقال واندماج عيلام بميسان إلى من أتى من عرب الساحل بوشهر وجنبرون إمارة أمير مهنا الزعاب التميمي إلى الجواسم والمطاريش إمارة الساحل العربية والمياه النقية التي تتذكر سفن شيخ سلمان ومير مهنا التميمي إلى عرب الجبال وباب هاني وإيذج ومال أمير وعمر ولالي وفي الختام أقول لكم أهلا جئتم وسهلا نزئتم يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.